السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللغة الانجليزية لطلبة الصف الثالث الابتدائي برايمري 3، ومكملين مع بعض شرح منهج كناكت. وبإذن الله رب العالمين النهاردة هنكمل مع بعض الوحدة التاسعة يونت 9 اللي بدأناها المرة اللي فاتت. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنخلصها خالص مع بعض. بس في البداية اتمنى اللي ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يدوس على السبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وندوس على علامة الجرس ونختار اختيار الكل عشان يوصل لكم اشعار بأي فيديو جديد انزله. اول حاجه هنبدا بيها النهارده هي المحادثه اللي دارت ما بين هنا وهاني والجد والجده. هنلاحظ ان المحادثه بتاعتنا بتتمحور حوالين السؤال اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت، عشان كده ما تتفرجش على الفيديو ده الا لما تكون مذاكر الفيديو اللي فات كويس جدا جدا. اخدنا المره اللي فاتت زمن الماضي البسيط الباست سيمبل، واخدنا شكل السؤال في زمن الماضي البسيط، واستخدمنا اداه الاستفهام او الكويشن وورد اللي هي what، وسألت مرة وقلت what did you do ماذا فعلت، what did he do ماذا فعل، what did she do ماذا فعلت، وهكذا. السؤال دون هو الحاجة الأساسية أو الرئيسية عندنا في المحادثة بتاعتنا. أول جملة عندي بدأها الجد وهو بيسأل وبيقول what did you do yesterday، يعني ماذا فعلتم بالأمس. طبعا أنتوا شطار وعارفين أن you ممكن يكون ليها أكتر من معنى، لو بكلم ولد يبقى معناها أنت، ولو بكلم بنت يبقى معناها أنتي، ولو بكلم جمع ولد وبنت مثلا هيبقى معناها أنتم. فالجد بيقول ماذا فعلتم بالأمس. What ماذا did فعل مساعد لما بيجي بعد الكويشن وورد أو أداة الاستفهام مش بنترجمه، ويو هنا معناها أنتم، ودو معناها فعلتم. اتفقنا إن الفعل ده بنترجمه على إنه فعل ماضي عشان إحنا السؤال عندنا في زمن الماضي، وكلمة yesterday معناها بالأمس. يبقى ماذا فعلتم بالأمس؟ انتم عملتوا ايه امبارح؟ رد هاني عليه وقال له we went to خان الخليلي. we نحن، went to ذهبنا الى. اوعى تقول لي يعني ايه went، went احنا لسه اخدينها المره اللي فاتت وقلنا went هي التصريف الثاني من go. go معناها يذهب، went معناها ذهب. طب ليه ميس استخدمنا went؟ عشان انت السؤال عندك في زمن الماضي، ما ينفعش سؤالي يبقى في زمن الماضي واجاوب بفعل في المضارع. لا، طالما سؤالك في الماضي اجابتك برضو تكون في الماضي. يعني اعمل ايه يا ميس؟ يعني لازم الفعل بتاعك يكون في الماضي. رد هاني وقال له we نحن went to ذهبنا الى خان الخليلي. خان الخليلي منطقة هنا عندنا موجودة في مصر. بعد كده رد الجد عليه وقال له that's awesome what did you do there، what did you do there. That's awesome. awesome معناها رائع وخدناها قبل كده، فبيقول له ذلك رائع. what did you do there، what did you do يعني ماذا فعلتم، وthere معناها هناك. برضو هنا استخدمنا للمرة التانية سؤال في زمن الماضي البسيط what did you do، ماذا فعلتم، انتم عملتم ايه، او رحتوا خان الخليلي عملتم ايه. ردت هنا عليه وقالت له we visited the bazaar. we نحن visited زرنا the bazaar البازار. اخدتوا بالكم السؤال عندي هنا في زمن الماضي، فبالتالي جاوبنا في زمن الماضي، يعني حطيت الفعل في التصريف الثاني، ما قالتش we visit، قالت ايه we visited، احنا زرنا the bazaar البازار. بدأت الجدة تطرح سؤال تاني، فقالت لهم what did you buy at the bazaar. سمع حد بيقول لي هو احنا ليه ميس شلنا الفعل دو وحطينا فعل باي؟ هقول لك عادي خالص، السؤال ده انت بتشكله وبتغيره زي ما انت عايز، الهيكل او الفورم بتاعه واحد، الكويشن وورد وبعد كده الفعل المساعد وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل. تقدر تغير أداة الاستفهام زي ما انت عايز، وتقدر تغير الفاعل او السبجكت زي ما انت عايز، وبرضو تقدر تغير الفعل او الفيرب زي ما انت عايز. اللي ما بيتغيرش الفعل المساعد اللي هو did، ما ينفعش الا انا اغيره. فانا هنا شلت فعل do واستخدمت فعل buy عادي خالص، بس السؤال معناه هيتغير. what did you buy at the bazaar يعني ماذا اشتريتم من البازار، بدل ما كنا بنقول what did you do اللي كان معناه ماذا فعلتم، what did you buy ماذا اشتريتم، انتوا اشتريتوا ايه at the bazaar من البازار.
رد هاني وقال we bought احنا اشترينا jewelry مجوهرات for mom's birthday من اجل او لاجل يعني عيد ميلاد امي. هناخد برضو بالنا ان هنا السؤال في زمن الماضي جاوبت الاجابة بتاعتي في زمن الماضي او حطيت الفعل بتاعي في التصريف التاني، ما قالش we buy، لا قال ايه we bought احنا اشترينا jewelry مجوهرات for mom's birthday. طبعا الاست دي اسم الملكية بتخلي الاسم اللي جاي بعدها تبع او ملك الاسم اللي جاي قبلها، يعني البيرث داي او عيد ميلاد ده عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد الام او عيد ميلاد امه يعني. ردت هنا وقالت after that وبعد ذلك we went home يعني رجعنا للبيت او ذهبنا الى المنزل and we baked a birthday cake. we نحن baked خبزنا a birthday cake كيكة عيد الميلاد. خدتوا بالكم برضو ما قالتش bake يخبز، قالت ايه baked وخبزنا a birthday cake كعكة عيد الميلاد. رجعت الجدة سألت هنا بالتحديد سؤال تاني، فقالت لها did she like the present؟ اتفقنا وقلنا ان الديت في اول السؤال معناها هل، she هنا بترجع او عايدة على الام، يعني هل هي like أحبت أو أعجبت the present بالهدية. طبعا like معناها يحب، بس سؤالك في زمن الماضي يبقى بعد إذنك ترجم لي الفعل على إنه ماضي، يبقى هل هي أحبت the present الهدية؟ ردت هنا عليها وقالت لها yes نعم she liked the present هي أحبت الهدية and she loved the cake وأحبت الكيكة it was delicious إنها كانت لذيذة. هنلاحظ إن الأفعال كلها اللي إحنا استخدمناها في الماضي، ما قلتش like قلت liked، ما قلتش love قلت loved، ما قلتش is قلت was، عشان كل الأسئلة عندنا في زمن الماضي وبالتالي الإجابات بتاعتها لازم أن تكون في الماضي، يعني نستخدم الفعل في التصريف التاني. هنا البنت دي بتكلم جودي وبتقول لها جودي what did you do last weekend؟ what ماذا did ما نترجمهاش you انت do فعلتي last weekend في نهاية الأسبوع الماضي، انت عملتي ايه في نهاية الأسبوع الماضي؟ ده سؤال في زمن الماضي البسيط. ردت عليها جودي وقالت لها I studied for my test. I أنا studied ذاكرت for my test لامتحاني. لو خدتوا بالكم هي ما قالتش study، قالت ايه studied، استخدمت الفعل في الماضي. It was boring. It إنه يعني الامتحان يعني was كان boring ممل. طبعا هنا ما استخدمتش is، ما قلتش it is، لا انا استخدمت it was، استخدمت الماضي. but لكن I want to get a good grade. but لكن I انا want to اريد ان get احصل على a good grade يعني درجة جيدة. طيب هنا الجملة اللي بعد كده بتقول حبيبة what did you do last weekend؟ تسأل حبيبة وتقول لها what did you do last weekend؟ نفس السؤال ماذا فعلتي في عطلة نهاية الأسبوع؟ انت بقى يا حبيبة عملتي ايه؟ جودي كانت قاعدة بتذاكر، انت عملتي ايه يا حبيبة؟ حبيبة ردت عليها وقالت لها I cooked dinner. I انا cooked طبخت dinner وجبة العشاء for my grandparents لجدي وجدتي. I انا made صنعت fantastic pasta they loved it. I made يعني انا صنعت، طبعا made هي الباست من make، make يصنع، الباست منها او التصريف الثاني منها made صنعت a fantastic pasta مكرونة رائعة they هم loved it حبوها. كل الافعال اللي احنا استخدمناها افعال في الماضي. رجعت تاني تسأل فريدة نفس السؤال وبتقول لها what did you do last weekend؟ ماذا فعلتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وانت يا فريدة؟ فريدة ردت عليها وقالت لها I traveled to Alexandria. I أنا traveled سافرت travel يسافر traveled سافر أنا سافرت to Alexandria الإسكندرية with my parents مع والدي يعني مع بابا ومع ماما. we went to see my aunt. we نحن went ذهبنا to see لكي نرى my aunt عمتي أو خالتي، لأن aunt معناها عمة أو خالة. رجعت برضو تسأل نفس السؤال لشريف فبتقول له شريف what did you do last weekend؟ انت عملت ايه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؟ رد عليها شريف وقال لها I أنا played لعبت with مع my new baby
cousin مع ابن عمي او ابن خالي الرضيع. He is so cute، هو لطيف جدا. نفس الكلام برضو استخدمنا الفعل في الماضي اللي هو played. هنا كل اللي بيعلمه لنا في الصفحة دي سؤال what did you do. عندي برضو هنا مجموعة من الفوكاب. اول كلمة معايا كلمة مصر القديمة معناها ancient Egypt. ancient Egypt ancient Egypt. متحمس excited excited. فضة silver silver. ذهب gold gold. توت عنخ آمون توت عنخ آمون بالعربي زي الانجليش. توت عنخ آمون اللي هو الملك توت عنخ آمون، وده كان ملك موجود ايام المصريين القدماء، كان ملك عظيم اسمه توت عنخ آمون. محل يعني شوب شوب شوب. متحف ميوزيوم ميوزيوم ميوزيوم. رحلة قصيرة يعني تريب تريب. يقولي هنا I visited the Egyptian museum، أنا زرت المتحف المصري. in Cairo yesterday، المتحف المصري موجود في القاهرة. yesterday أمس. with my school، مع مدرستي، يعني روحنا كده في زيارة مع المدرسة عشان نزور المتحف المصري. المتحف المصري متحف عريق جدا جدا وعظيم موجود هنا عندنا في مصر. we traveled to the museum by bus. we نحن traveled سافرنا to the museum للمتحف by bus بواسطة الأتوبيس. هنلاحظ ان انا هنا استخدمت الفعل في الماضي لان كل الباراجراف بيتكلم في زمن الماضي، فكله استخدمت الافعال اللي فيه في الماضي. احنا سافرنا للمتحف بواسطة الأتوبيس. هنلاحظ ان احنا بنحط قبل وسائل المواصلات حرف الجر اللي هو preposition by، ما عدا فات هي الوحيدة اللي بيجي قبل منها حرف الجر اللي هو on. We saw، نحن شاهدنا أو نحن رأينا beautiful gold and silver jewelry. beautiful معناها جميل، gold and silver ذهب وفضة. طب هو إيه اللي ذهب وفضة؟ jewelry يعني مجوهرات ذهب وفضة أو مجوهرات ذهبية وفضية. مالها بقى؟ beautiful جميلة. أنا حطيت الأول الصفة قبل الموصوف، وصفت المجوهرات اللي هي من الذهب والفضة ان هي جميلة، فحطيت كلمة جميل الاول اللي هي beautiful. we saw beautiful gold and silver jewelry from ancient Egypt، يعني من مصر القديمة. we looked at، نحن نظرنا الى توت عنخ آمون's necklaces and bracelets، يعني احنا نظرنا الى قلادات وسوار توت عنخ آمون. طبعا الابوستروفي اس دي اس الملكية. necklaces اللي هي مفردها necklace قلادات، نفس الكلام. bracelets اللي هي اساور مفردها bracelet، دول الجمع. يعني احنا شفنا قلادات وسوار توت عنخ آمون. they هما القلادات والاساور دول were كانوا awesome مدهشين او رائعين. I loved the museum، انا حبيت المتحف. I was very excited، انا كنت متحمس جدا. I bought some jewelry from the museum، انا اشتريت bought ماضي باي، اشتريت some jewelry بعض المجوهرات from the museum shop او متجر المتحف. for my grandma لجدتي. I had a great day at the museum، أنا قضيت يوم رائع في المتحف. ده باراجراف بيتكلم عن زيارة الولد دون للمتحف بداية من المكان اللي هم راحوا، راح عن طريق ايه، مين اللي راح معاه، مكان هناك في المتحف شاف ايه، اشترى ايه، قضى وقت ممتع ولا لأ. كل دي جمل ممكن تيجي في أفكارنا لما نحب نكتب باراجراف. بعد كده عندي جزء الفونكس. جزء الفونكس بيتكلم لي على الساوند بتاع لتر بي. لما يجي وراه لتر ار بيعملوا لي ساوند برا برا. the letters بي ار make the sound برا برا. زي كلمة princess معناها أميرة princess. زي كلمة present برا برا present. زي كلمة price برا برا price اللي معناها تمن أو سعر. زي كلمة printer برا برا printer ومعناها طابعة. البي والار بقى بتتنطق ازاي؟ برا برا. يبقى البي والار اطلع كده هوا برا برا، لكن البي والار برا
برا زي كلمة bracelet ومعناها صوار bracelet، زي كلمة brush برا برا brush، فرشة زي كلمة branch غصن شجرة branch، زي كلمة broom برا برا broom مقشة، زي كلمة bread برا برا bread، زي كلمة brown بني برا برا brown. برضو هنا في مراجعة على جزء البنكتويشن، بيقول لك لاحظ ان اسماء الاثار والاماكن المشهورة بتبدأ بحرف كبير. اتكلم على ابو الهول سفنكس، الاس هتبقى كابيتال لتر. اتكلم على لوكسور ميوزيوم، متحف الاقصر، ال هتبقى كابيتال والام هتبقى كابيتال. هتكلم على حديقة الحيوانات اللي موجودة في الجيزة، جيزة زو، الجي بتاعت جيزة هتبقى كابيتال، زو برضو لتر زد هيبقى كابيتال. اخر حاجة عندنا في وحدتنا النهاردة جزء reading، بيقول لي at first في البداية around 4000 years ago من حوالي 4000 سنة the ancient Egyptians المصريين القدماء liked colored stones best، كانوا بيحبوا الاحجار الملونة اكتر. كلمة colored معناها ملون، كلمة stones معناها احجار، وكلمة best معناها اكتر. look at انظر الى this beautiful necklace، انظر الى هذه القلادة الجميلة. طيب بعد كده بيقول لي then وبعد ذلك around من حوالي 3300 years ago من حوالي 3300 سنة the ancient Egyptians المصريين القدماء loved أحبوا gold jewelry اللي هي المجوهرات الذهبية with colored stones ذو الأحجار الملونة. طبعا كلمة colored معناها ملون، stones معناها أحجار. look at انظر إلى this awesome jewelry from توت عنخ آمون، انظر إلى هذه المجوهرات طبعا بتاعة توت عنخ آمون. it has يعني المجوهرات دي لديها أو فيها a big blue eyes عين زرقاء كبيرة. last أخيرا around 2600 years ago من حوالي 2600 سنة the ancient Egyptians المصريين القدماء liked animals أحبوا الحيوانات in their jewelry على المجوهرات بتاعتهم أو في المجوهرات بتاعتهم. look at this fantastic gold ring with birds، انظر إلى هذا الخاتم الذهبي الرائع المرسوم عليه طيور. كده نكون خلصنا مع بعض الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا الوحدة التاسعة خالص. أتمنى لحنا نكون استفدنا من الفيديو. ياريت لو عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم على خير وسلام عليكم.